ربع ساعة. يا مرجان انت بتعمل ايه؟ صدرات بابا، انا سعيد جدا ان انا شفتك هنا النهارده. برافو. عدي ما تكلمش حد. بابا انا ابوك وانا حد غريب؟ جرين اشتغل انت بدي بقى. ها انا خلصت ابله حاجه زي الفل وبارك الله فيما رزق. انا مش ابله والورق كله بيتلم اخر المحاضره. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده الواد ده بيتكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا هيثم؟ الجي اللي هي جمجمه. والدي اللي هي الدماغ. اه الله 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 الله، الواد بينفخ لها في ودنها، ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين ان هم انت مين. من التنين؟ ما انت مين؟ اه هم مين دول اللي ما انت مين؟ تامر وعلياء. ما انت مين ازاي؟ ما انت مين؟ ما تترجم بقى يا مورجان، خليك كول. الله، ما انت مين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وابطح له الدي. يا ابا عمال تقدم مع البيت من الصبح ومحدش ملعينك. يا ماما حرام عليك ما ينفعش كده. كنت انت خالص مفيش دعوه خالص. بابا حضرتك مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سايب اخدك بتتقتل في الفصل وانت قاعد قافص جوافك. بي كول مان بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عندك صراع الحضارات. اونكل الحضارات. اونكل حرام يا اونكل توسه ده جميل. جميل مالكش دعوه انت، انت مقدم مع نفسك، انت مالك؟ امشي من هنا امشي خالص. انت يا مورجان انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزاني اشوف بنتي بتتقدم قدامي واحد ساكت؟ عايزاني اكبر الجي واروق الدي؟ ما تكلم اخ محمود، عجبك المسخره اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنه اخ محمود، انها الفتنه. ما لو كل اب بيساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. اضرب بيدي من الحديد. لا بقى انت زودتها قوي. اطلع بره اطلع بره بقى. قادر بيكول صباح الجوافه. روق يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص. والواد تامر عليا النعمه وحسين. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ روق دماغك. هاي جوهي انت امتي؟ هو مدلوع عليها ملوخيه ولا حاجه؟ مالها مزرع اخضر كده ليه؟ بكره تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق يا هيثم ان انا حبيتك، انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. ايه السيجاره دي يا دبور؟ دي مش سيجاره. امال ايه ده يا دبور؟ دي خابور. تديني خابور يا دبور. كتكوني لك مزاج كل زي القشطه. لا 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 يا مورجان، دي تبع عدي. عدي يا ابني؟ ما انت مين؟ ما انت مين برضه؟ اها ازاي؟ جايز لي خابور يا دبور. دن بابا. بابا ايه ده؟ انت اللي بابا. حضرتك ما انتم واختك ما انتما وانا ولا داري بحاجه. بابا ده خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا كنت تقدموا ولا جيت تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق اللي بيت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما. هي مين ده يا اخوانا؟ انت بتقلق قلبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لي امن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكي؟ ده ابويا. ابوك ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. لا ده ما حدش امه. ده قوي قوي. ما تسكتوش ما تسكتوش. عم جيت عم جيت عم جيت. بيكون امال انت برج ايه؟ العذراء.
هنكذب من اولها. احمد مرجان يا استاذ مرجان، في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزانا اشوفه بانت مع بنت واسكت؟ يا ممكن حضرتك جرحت مشاعري. والله ايوه، وممكن كمان يرفع عليك قضيه تعويض بسبب الاضرار النفسيه اللي سببتها له قدام زمايله. بس انا بقى اقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم. طب والاخ تامر المجروح عايز مني ايه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ اعتذر له وانا شايفه بانت مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجه عجيبه والله، مش فاهم. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده. امال بيحبها حب ايه؟ يا ممكن علياء دي انتمتي. اعترف الواد اهو، ما انت مع علياء. يا ابني ترضى ان انا انت مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمه انا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا انكل في النهايه ده قرارها هي. التربيه والاخلاق اهم مليون مره من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك، بس هم ما اجرموش يعني. لا يعيب الطالب او الطالبه انهم في قليل من الاحيان يقنتموا مع بعض. برضو ماشي، حقكوا عليا، انا غلطان. دماغك يا ابن ابوس. ده مش جامعه، ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده يا اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العلم صاحبين يا اخ محمود. صاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ ما انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. يا اخ مرجان انا بدعوك للانضمام الى اسره نور الحق لنكون معا جبهه ضد الانحلال والتسيب. انا معاكم. الخبور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مرجان احب اقدم لكم الاخ مرجان احمد مرجان، عضو جديد معانا في اسره نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي الاخت باكينام، زميله معانا في الكليه وعضوه هنا في الاسره. وعرفت ازاي انها الاخت باكينام؟ الاخت باكينام بتدي دروس دينيه لهدايه الطالبات في الجامعه. اللهم ارضى عليكي، اللهم ارضى عليكي يا اختي باكينام. انما اخ محمود، ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا لا، انشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو، حلو قوي. لزياره اضرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان، اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق، وديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي، البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا اخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتى من الوقوع في المعصيه. الله، يتجوزوا ازاي وهم لسه بيتعلموا واهاليهم بتصرف عليهم؟ يا اخ مرجان، ان زواج المسلم والمسلمه ليس في حاجه الى حفلات صاخبه. يعني يتجوزوا في السر؟ ان الزواج في السر اهون بكثير من الفضيحه في العلن. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو مقنتمين، ودي تفرق ايه؟ السلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتورة؟ ايه ده؟ انت ازاي تقتحم البيت بالشكل ده؟ اقتحم ده؟ انا اكسر البيت ده فوق دماغي. يلا انت واقع على البيت، على اخر الزمن مش هعرف اربيك. ويلا على البيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم؟ هو انا اعرف ليه ولادي بعد كده؟ انا خلاص سبت شغلي كله وعدتهم في الجامعة، اما تشوف اخرتها ايه؟ يلا انت واقع على البيت. يلا. خلاص اليغم اللي كنتوا عايشين فيها خلصت. من هنا وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات، واذا كانت الجامعه ما عرفتش تربيكوا انا هربيكوا. مستعرين مني وانتوا تعروا بلد؟ وانا كنت موديكوا الجامعه عشان تتعلموا ولا عشان تنتبهوا وتسيبوا البيت وتمشوا يا كلاب؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفالنتاينز دي يا انكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا انكل. وجاي تحب مين هنا ان شاء الله؟ انا جاي بالدبدوب ده لعلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. تطلع لها وقول لها ان تامر عايزك. اطلع لها. انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا انكل.